انا ريهام سمير، واحده من الخمسين موهوب، وجيت النهارده سجلت ترنيمتي. انا جايه من اليابان، وخلال زيارتي في مصر اخترت اليوم النهارده وسجلت فيه. الموضوع ممتع جدا، وفعلا مفيش، ما دفعناش اي فلوس، الموضوع مجاني. الموضوع حقيقي. اخترت الكلمات، اخترت الترنيمه، اللحن اللي يليق على صوتي. الناس صبوره معايا جدا هنا، قد ايه الناس متعاونه هنا. سجلت ترنيمه رائعه، الموضوع مريح جدا فعلا، يعني من اروع الترانيم اللي دخلت قلبي وحسيتها وانا بقولها. مبسوطه جدا بيها، وفيها روح جميله كده، يعني فيها روح غريبه، يعني صعب ان هي تتوصف، هي تتحس بس فعلا حلوه جدا.